طيب، دكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أهلا بك يا فندم. أهلا، ازيك يا فندم؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله يا باشا، يعني منورنا من خلال برنامج اللعيبة يا فندم. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. يعني ماذا عن رمضان صبحي وآخر تطورات الأزمة؟ وعرفنا إن بيراميدز طلع بيان امبارح يعني بينتقد الوكالة. يعني فعلا هو بيراميدز عمل كده فعلا. عمل كده. انا قريت البيان. يعني في اندهاش من حضرتك على البيان؟ لا خالص، لا خالص. يعني هو النادي بيدافع عن حقوق لاعبه مش اكتر. ما ايه المشكله؟ بيدافع، ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. تمام. طب قول لنا ايه اخر تطورات موضوع رمضان صبحي؟ يعني ايه اللي هيتم؟ يعني انا عندي معلومات، وكل برنامج عنده معلومات، وكل مقدم عنده معلومات. فالقول الفاصل عند حضرتك. هي في اعظم حضرتك بتقول هي المفروض المعلومات تيجي منين؟ من عند حضرتك، من الناس المسؤوله. بالظبط، برافو عليك، هو ده اللي احنا عايزينه. حضرتك الازمه دي بقى لها قد ايه؟ موضوع الكابتن ده بقى له قد ايه؟ بقى له شهور. شهور. انا طلعت خالص من شهور. لا يا فندم، في الموضوع. لا خالص خالص صراحه. انا طلعت امتى؟ اما كل يوم بقيت اتفرج على ناس، سواء موظفين قدامى في المنظمه، اجتهادات، كل واحد بيقول حاجه في كل حته، فدي عملت تشويش اكتر. صح. طيب، اما مسؤول عن المنظمه يطلع اكوردنج للكود الدولي، يطلع يقول الموقف كذا 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 كذا، دون دخول في تفاصيل التحقيقات طبعا، ولا الاوراق ولا اي حاجه. احنا قلنا ان في مشكله، والمشكله دي سببها كذا كذا، ان في عينه للكابتن عينه غير نمطيه. تمام. العينه غير النمطيه ديت المفروض يتم تفسير هذه العينه من الكابتن وممثلينه القانونيين. لا ده اللي تم بالظبط، وده اكوردنج للكود الدولي. احنا ما بنتكلمش في القوانين، لان المنظمه المصريه بتتبع فنيا الوكاله الدوليه، وكل حياتها كود رقم كذا، كود رقم كذا في كل المخالفات. يعني مثلا انت في المكافحه دي في 11 نقطه للمكافحه، حد خد ماده منشطه، خد ماده تزيل الماده المنشطه، لعب مع لاعب موقوف، يعني حاجات غريبه جدا يعني. فاحنا بنوضح هذا الكلام عشان اللغط، فيطلع ان انا اللي بعمل تشويش او بعمل تصريحات غلط. كل نادي من حقه يعمل اللي عايزه. ايوه. لكن انا كان المفروض مين اللي المفروض يقول التفاصيل الحقيقيه والكود الدولي المناسب في هذا الوضع؟ اي حد يطلع في البرامج يمشي يقول ان اللعيب ده بريء او غير بريء؟ لا طبعا ولا المسؤول عن المنظمه؟ في تحقيقات وفي حاجات وفي جلسات وفي وموضوع بعدين. لازم الناس تستشعر ان لا يمكن ان يكون في تعمد تجاه لعيب مصري، او ان لان المنظمه دي تتبع اهم وكاله في العالم في الرياضه، وهي الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. بس الموضوع فعشان كده ان ممكن يتقال على رئيس المنظمه ان بيدلي بتصريحات لتضليل الراي العام. لا يا فندم، لا ده غير مقبول يا فندم، ده غير مقبول. لا بص، حضرتك مقبول. اسم كبير ولك كل التقدير والاحترام طبعا يا فندم. كابتن لا والله، بص برضه، هي ما دام انت في العمل العام لازم تقبل الانتقاد، لازم تقبل الاتهام، لازم تقبل كل حاجه. ده طبعا ده وضع طبيعي. يا اما تروح حته ثانيه وتبعد عن هذا المجال خالص. والدليل على كده المنظمه المصريه دي في تير 1. ايه تير 1 ده؟ اللي هي اعلى انواع المنظمات الوطنيه في العالم. جاء كده ده جاء من فراغ يعني؟ لا طبعا. طيب، كان حد يسمع عن النادو دي؟ كان حد يسمع عن المنظمه المصريه مكافحه النشاطات ولا تعمل ايه ولا ما بتعملش ايه؟ كان حد يسمع عن الكلام ده؟ لا. دلوقتي ناس كتير بقت تعرف يعني ايه الكود الدولي، يعني ايه المخالفه، يعني ايه المنشطات. ما كانش الكلام ده موجود. طيب، عندي بعض الكوالي النادي طبعا من حق النادي يتخذ يعني الاجراءات يعني المناسبه ليه، اللي شايفها من وجهه نظره. بس على الاخر الوضع عباره عن لجان. الكابتن دلوقتي في لجنه اسمها لجنه الاستماع، دي لجنه مستقله هي اللي بتاخد قرارها، ولا يمكن حد ياثر عليه. طيب انا رئيس المنظمه ممكن اثر على لجنه الاستماع بتاعه المنظمه؟ لا طبعا. عن طريق الاعلام؟ لا طبعا.
لا لا قصدي يعني العقل بيقول ايه، انا اطلع في الاعلام واثر على لجنه الاستماع اللي جوه المنظمه؟ يا فندم حضرتك هتأثر على عينة لاعب ازاي؟ هي العينة يا يا لا، هي ما فيهاش جدال. ايه؟ القرار المفروض يطلع طيب يعني بس هل العينة مش مسؤولية اللجنة، مش مسؤولية اللاعب؟ هو بس يا فندم اللعيب ده بيدي عينة بول صح؟ ايوه امام الراجل بتاع ضابط مكافحة المنظمات بتاع المنظمة. تمام، خد العينه دي اللعيب نفسه هو اللي بيديها بايده في عبوه بلاستيك، ويقسم العينه دي الى A وB في قاروره جايه من سويسرا، ويقفل اللعيب ده القاروره دي بايده اللي هي عينه A وعينه B، والعينه دي تطلع على بسيريال نمبر برقم كود مش باسم اللعيب خالص، بتروح الى معمل المنشطات التابع للوكاله الدوليه ببرشلونه. كويس؟ اللعيب بيمضي على الورقه بتاعت العينه دي، ومندوب المنظمه بيمضي على العينه دي. يبقى العينه دي بتاعت مين؟ بتاعت اللاعب. بتاعت اللاعب طبعا. بس يعني هو اللاعب كتب ان دي مش عينتي؟ طيب. ولا بتاع المنظمه قال مش عينتي؟ لا طيب الجلسه قعدت 9 ساعات، هل شايف ده حضرتك طبيعي؟ 9 ساعات والله جلسه انت استماع؟ والله صدقني والله انا لا اعرف هي قعدت قد ايه، يعني ما كنتش. لا انا بقول لحضرتك الرقم 9 من 5 للساعه 2. ده وضع ممكن يبقى وضع طبيعي لمناقشه الاجراءات، ما انت دلوقتي انت عندك دفوع وجهاز قانوني واداري وطبي اكيد بيتناقشوا في الحاجات. طيب ماذا بعد يا فندم؟ ايه اللي هيحصل؟ في جلسه ثانيه للاستماع؟ مش اسمها جلسه، اسمها اكستنشن. يعني اكستنشن يعني اكستنشن لجلسه الاستماع. ده امتى ان شاء الله باذن الله؟ اللجنه هي اللي بتحددها، لجنه الاستماع هي اللي بتحددها. ما هو اللعيب برضه يعني، ما احنا كده برضه اللعيب عايز يلعب. اتفضل. يعني اللعيب ده احنا برضه احنا بنتكلم على لعيب كان المفروض هينضم لمنتخب مصر في المعسكر اللي فات. حضرتك اللجنه دي كانت من راح. اللجنه دي كانت من يومين ثلاثه واحنا داخلين على اجازه العيد، فاللجنه اكيد بعد العيد، يعني ما فيش مش هيبقى في تاخير يعني للجنه اكيد. تمام. عايز تقول حاجه يا كابتن علاء؟ لا 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 انا عايز اسال هل برضه هل الفتره دي اللي هو بعد العيد هتبقى فتره طويله برضه اللعيب برضه يقعد كده في البيت ما بيلعبش ولا؟ لا حضرتك لجان الاستماع، لجان الاستماع بتبقى لجان سريعه غير لجان الاستئناس. ما ينفعش يلعب الفتره دي لغايه ما القرار حتى يطلع. لا طبعا احنا هيلعب ازاي؟ لا ده في قرار. لا لا ده قرار اللجنه، قرار اللجنه هي اللي تقول. تمام يعني اللجنه هي اللي بتقول ايه المتاح، ايه المتاح اللي في الايام القادمه. ايوه بعد ما تخلص لجنه الاستماع اللجنه اقتنعت بدفوع الكابتن يبقى ما فيش قضيه. اللجنه خدت قرار بالغاء الايقاف الاجباري ويلعب لحد نهايه التحقيقات، تدي له عقوبه. دول الثلاث قرارات اللي ممكن اللجنه تاخدهم. واحد يا فندم، واحد اللي هو ايه يا فندم؟ حضرتك قولهم لي تاني الثلاث قرارات. واحد، القرار الاول ان اللجنه تقبل دفوع الكابتن في قضيه. تمام. وخلاص ويلعب والموضوع يخلص او انتهى. اتنين، الحاجه الثانيه انها تاخد قرار بالغاء الايقاف الاجباري ده ويلعب لانهاء التحقيقات لحد انتهاء التحقيقات. او ياخد عقوبه، او ياخد عقوبه. هي اللجنه اللي تمتلك هذه السلطه. طب هل العقوبه ليها بند في مثل هذه الحاله؟ ايه عقوبتها؟ كل بند، كل كود دولي في المخالفات ليه عقوبه. ده الكود ده عقوبته ايه؟ العقوبه الكود ده من 2 لـ4 سنوات. ان شاء الله لا خير باذن الله. ان شاء الله لا، وانا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك على مسافه واحده من الجميع، يعني حضرتك رئيس اكيد الوكاله. انا عايز اضيف يعني نقطه انت عايز تاخد بالها منها بس. كابتن انا رئيس مجلس الاداره، انا مش الجهاز التنفيذي خالص. لا ليه؟ لا والله ما اعرف لجنه الاستماع اسميهم ايه دي بعد كده، يعني اعمل ايه تاني؟ يعني اثبت ازاي ان انا مش طرف من اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. الهدف اللي انا عملته ان الناس تسمع من المصدر الرئيسي بس. حضرتك قلت ان في واحد عنده معلومات والتاني بيقول معلومات والتاني بيقول كلام، الجمهور يصدق مين بقى ولا يعرف مين اللي بيتكلم مظبوط؟ طب يعني سؤال اخير يا فندم بس، وحضرتك يعني بشكرك على سعه صدرك، يعني حته التوقيت قبل اعلان قائمه منتخب مصر هل ده ملوش علاقه باي شيء خالص؟ حضرتك المنظمات دي يا فندم مش في دماغها مين فين، بقول لحضرتك بالنسبه لها ده رقم. يعني العينه دي من شهر 8 السنه اللي فاتت.
يعني شوف الشهور دي كلها ابحاث وانفستيجيشن وتحريات ومعامل واجراءات عشان التاكد ان يتم اتهام اللاعب ولا لا من اساسه. طيب كابتن عم منصف هيسالك سؤال تاني معلش احنا سؤال فوق حازم باشا. عم منصف بيه ازيك حبيبي؟ يا رب تبقى بخير ودايما متالق ان شاء الله. انا بس دايما زي ما انت عارف ان الفيفا دايما بتبص للعيب هو اهم حاجه صلاحة اللاعب صح. فهل انتوا برضه في الموضوع ده؟ لان انت رمضان صبحي دلوقتي تقريبا احنا بنتكلم عنده 27 سنه لا قدر الله لو خد 4 سنين هيبقى عنده 31 سنه. فده اعتقد ان ده يعني بينهي بشكل كبير مستقبل العيب. ودايما الفيفا كل اللي بتركز فيه دايما بتيجي على الانديه وعلى اي حاجه الا اللعيب لازم يكون موجود في الملعب ويلعب. فهل برضه انت عند حضراتكم برضه نفس الاتجاه ده؟ يا كابتن الوكاله الدوليه دي اوقفت دول بالسنين اوقفت اتحاد رفع الاثقال المصري 6 سنوات صح. اوقفت روسيا دوله عظمى اوقفتها 6 سنوات صح. هم يا فندم بيتخذوا الاجراءات كلها تبعا للكود الدولي للمنشطات. لا يفرق معاهم اللعيب ده مين ولا الرياضي ده مين. اللي سحبوا ميداليات من ابطال العالم ابطال السباحه وابطال المصارعه ناس واخده ميداليات ذهبيه وسحبوا منهم الميداليات مش ماشيه بالحب يا اوس مش بالعاطفه يعني. مش ماشيه بالحب يعني لا هو 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 منصب الكابتن حازم بيقول ان الكابتن حازم هو بيقول ان الكود ده بياخد من 2 لـ4 سنين. فهل حتى النظره بصرف النظر عن حتى ان رمضان لعيب تاني يعني هل ممكن ان يبصوا له بنظره ان ياخد اقل عقوبه ان ياخد السنتين مش الاقصى؟ عقوبه تبقى سنتين اقول لحضرتك من 2 لـ4 هيقول حاجه ولا حاجه كابتن كابتن احنا لو المنظمه خدت قرار بعقوبه كويس اي عقوبه ان شاء الله يوم بتكتب مذكره تفصيليه تبعتها للوكاله الدوليه. لو الوكاله الدوليه ما عجبهاش القرار بترفع قضيه على المنظمه المصريه في المحكمه الرياضيه الدوليه. تمام تخيل يعني ساي انا خدت المنظمه اي قرار القرار ده بيترفع فوق للوكاله الدوليه. فلازم اللي بياخد قرار بيكتب مذكره تفسيريه باللغه العربيه والانجليزيه لتفسير القرار ده سببه ايه. مش كده سايده يعني الواحد ياخد قرار زي ما عايز. دكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله رمضان صبحي ما يكونش في اي عقوبة ونشوفه في الملاعب قريبا باذن الله. انا اكتر واحد في مصر عملت تحليل منشطات في المنتخب كل الماتشات مع اني ما كنتش بنزل ولا ماتش بس من على الدكة. حتى هم من ضمن الاسئلة اللي سألوها رمضان قالوا له انت خدت ادوية؟ ما هو لازم يسأل كده. ما هو بس هو لو كان اسم الادويه كمان مش خدت ادويه لا خدت ايه طبعا عشان كده الدكاتره بيبقوا يجوا لك في اي ماتشات الافريقيه تاخد ايه يا جماعه لو خدت حاجه ارجع لنا تاني. طيب نطلع لفاصل.